فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك علم وسماه، يقول علم يدعي صاحبه بأنه يستطيع معرفة شخصية الفرد من خلال خطه بالقلم على الورقة واكتشاف الأمراض التي يعاني منها الشخص إذا نظر إلى خطه. يقول هل يصدق من يدعي هذا العلم لأنهم قد بدأوا بالانتشار وادعائه على الشاشات؟ هذا كله من الأراجيف ومن الكذب، هذا كله من الأراجيف ومن الكذب. لا يعرف الشخص إلا من خلال أعماله، من خلال أعماله وتعامله مع الناس يعرف، ما هو مجرد الخط هذا؟ لا. نعم.